السلام عليكم. موقع مجاني وجميل اسمه لوم. الموقع ده بيخليك تقدر تسجل، تعمل ريكورد فيديو او تعمل ابلود للفيديو بحيث تشاركها مع الاخرين. ريكورد فيديو بيديك امكانية ان انت تسجل سطح الشاشة بتاعتك، ممكن انت تسطب كروم اكستنشن بالشكل دوت. كروم اكستنشن هيديك امكانية ان انت تسجل الشاشة او تسجل البراوزر او حتى غير البراوزر، بتحدد النافذه اللي انت عايز تسجل منها وهو اوتوماتيك سجل منها. Once you're satisfied with your recording and you're ready to share, this will end video so you can share. موجوده في المتصفح بحيث ان انت تقول له عايز اسجل. Scroll down to edit your video. وبعد كده تقدر ان انت تعمل لها edit او تعمل لها download.